الزمان القديم، الزمان القديم في السعودية مثلاً في الأجواء النقية، أنه تنظر إلى جهة الشرق، طالع جهة الشرق، إذا تشوف الخط الأبيض معترض السماء، خط أبيض معترض، تعرف هذا الفجر الصادق. الفجر الكاذب خط طولي يصير، طولي وكل ما نظرت إليه يختفي، مثل ذنب السرحان. هذا تعرف أنه شنو؟ الفجر الكاذب. الفجر الصادق خط عرضي يصير، كل ما طالع فيه يزيد، كل ما طالع فيه يزيد. يعني إذا رحت إلى مكة، جهة مكة والمدينة، تحس الأجواء نقية هناك، تشوف بعض هذا. زين، الآن إحنا عندنا في البحرين شلون؟ في البحرين بسبب الأضواء الكثيرة، بسبب الغازات هذه الصناعية، من نوع صناعي هذه المصانع وكذا، هذه أدت إلى اختفاء هذا النعل. يعني أنت شو متى متى أنت في جهة الشرق تظهر هذا، يظهر الفجر الصادق عقب مدة.